بهدف تعزيز الاندماج السوسيو-اقتصادي للشباب في منطقة أزود، جرى توقيع مذكرة تفاهم من أجل تكوين شباب المنطقة في مهن وتخصصات الرقمنة. المذكرة الموقعة على هامش افتتاح النسخة الثانية للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود تندرج في إطار تعميم برنامج جوب انتك، الهادف إلى تكوين 15,000 شاب في المهن الرقمية عبر مختلف مناطق المملكة في أفق عام 2026. احنا اليوم في المنطقة ديال أزود باش نوقعوا على اتفاقية مهمة، الهدف ديالها هي تكوين شباب المنطقة في مجال الرقمنة، الشباب اللي يمكن يكون عنده تكوين مسبق في مجال الرقمنة ولا ما عنده حتى تكوين في مجال الرقمنة، فهذو تكوينات ديال 3 إلى 6 أشهر اللي من بعد يتم المواكبة ديال هاد الشباب من أجل يدخلوا سوق الشغل. الشراكة تهدف إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب في المنطقة من خلال تكوينهم في مجالات ذات قيمة مضافة عالية، مما يحفزهم ويضعهم في قلب الدينامية الرقمية. توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى وضع الموارد البشرية في قلب التحول الرقمي بالمملكة وتعزيز الإدماج المهني للشباب، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لتسريع وتيرة التحول الرقمي.